جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم، أهلا بكم. البداية بالصحف المحلية ونقرأ من جريدة الأهرام: قمة مصرية أمريكية في نيويورك اليوم، الرئيس: أحداث المنطقة تؤكد ضرورة تضافر جهود العمل العربي المشترك. السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات، وعبد الله بن زايد يشدد على تدعيم التعاون الثنائي لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين. في السياق ذاته نقرأ من جريدة اليوم السابع: إنجازات أول 48 ساعة للسيسي في نيويورك، الرئيس يؤكد أهمية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين القاهرة وواشنطن. إجراءات الإصلاح الاقتصادي في اجتماعين مع رئيسي البنك الدولي والمجلس الأوروبي. ونطالع أيضا رئيس الوزراء بين تلاميذ الصعيد في أول يوم دراسة، والتعليم تنفي ربط المصروفات بتسلم الكتب. جريدة الوطن بدورها رصدت السفير محمد إدريس وقف دعم الإرهاب ومحاصرة المحرضين أولوية القاهرة في الجمعية العامة. خمسة تشريعات تدخل أولويات البرلمان في انعقاده الرابع، أبرزها التأمينات والضرائب العقارية والمحليات. المدرسة اليابانية في أكتوبر، مكتبة في كل فصل ومعلمون مدربون، ووزارة التعليم ورئاسة الجمهورية تشرفان عليها. ومن جريدة الأخبار نطالع: أهلا مدارس وكلنا واحد تتحدى جشع التجار، تخفيضات تتجاوز 30% ومواطنون استمرارها ضرورة لمواجهة الغلاء. افتتاح مشروع تطوير سانت كاترين أكتوبر المقبل، منظومة إلكترونية جديدة للمشتريات والتعاقدات الحكومية. وزير المالية: نستهدف الشفافية وإحكام الرقابة والضبط وترشيد الإنفاق. المصري اليوم جاءت أبرز عناوينها كالتالي: استراتيجية وطنية للارتقاء بالأمن السبراني، وزير الاتصالات: قانون لحماية البيانات الشخصية ولتشجيع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، الكهرباء ترصد رضا المواطنين عن خدماتها، العالم يترقب أفضل لاعب من يكون، مو أول عربي في القائمة النهائية وثالث إفريقي. المشاركة المصرية في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة كانت محور مقال مكرم محمد أحمد بجريدة الأهرام، وتحت عنوان: مصر في اجتماعات الجمعية العامة. قال: تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام بحضور أكثر من 100 رئيس دولة، يناقشون على مدى 6 أيام مشكلات العالم السياسية. الرئيس السيسي سيلقي بيان مصر، والذي سيكون مركزا يلقي الضوء على رؤية مصر تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. خطاب السيسي يحمل رسالتين، أولهما تتعلق بالقضية الفلسطينية، وتؤكد أن أي حل لا يحقق قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية لا يضمن سلاما واستقرارا شاملا في الشرق الأوسط. أما الرسالة الثانية فمحورها القارة الإفريقية التي تعتز مصر بالانتماء إليها، وحق الأفارقة في تحسين جودة حياتهم. ونتحول إلى الصحف العربية ونبدأ من منشطات صحيفة الشرق الأوسط. المعارضة السورية ترفض تسليم أسلحتها والانسحاب من إدلب. روسيا تحمل إسرائيل مسؤولية إسقاط طائراتها في سوريا. سلطات الاحتلال تواصل التعنت وتأمر سكان الخان الأحمر بهدم بيوتهم. إلى منشطات صحيفة الحياة اللندنية، فصائل إدلب منقسمة حول التعاطي مع الاتفاق التركي الروسي الذي يهدف لإنشاء منطقة عازلة. مسعود برزاني يتمسك بالرئاسة، وعشرون مرشحا أبرزهم برهم صالح. قتلى وأضرار فادحة بعشرات الطرقات والسيارات بسبب فيضانات تونس. من الصحف الأردنية نقرأ من الدستور: مسلح المعارضة الموالون لتركيا في إدلب يرفضون تسليم أسلحتهم والانسحاب. استشهاد فلسطيني وإصابة 11 آخرين في قصف للاحتلال شمال قطاع غزة، والخان الأحمر على مشارف الهدم بالقوة. موجة إعدامات جديدة في إيران تطال 31 شخصا. وإلى الصحف الكويتية ونطالع من صحيفة السياسة: حملة قمع في الأهواز بأمر خامنئي وروحاني ردا على هجوم السبت الدامي.
الصدر وبرزان يبحثان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، الحكومة اللبنانية على الرف للشهر الخامس، والتوافق على التشريع لا يحل العقد. ونرصد من صحيفة عمان، عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى، وسكان الخان الأحمر يرفضون مهلة هدم مساكنهم طواعية، بدء فتح ممرات آمنة للمدنيين في الحديدة باليمن، عودة الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة في محيط خزانات النفط بطرابلس. ونطالع من صحيفة الخليج الإماراتية، ألقت الضوء في افتتاحيتها على الأوضاع المتردية في ليبيا، وكتبت مقالا بعنوان إغراء التدخل، وقالت فيه: بعد 7 سنوات من الإطاحة بنظام القذافي يظل الوضع في ليبيا مترديا وفي أسوأ حالاته، فقد أصبحت ليبيا متشرذمة إلى أقاليم ومدن وقبائل وأجندات ومصالح متضاربة وميليشيات متناحرة، واختفت ليبيا الموحدة الصالحة لكل الليبيين، والضحية في النهاية هو الشعب الليبي ومستقبل البلاد. فشلت كل المحاولات التي بذلتها الجامعة العربية والأمم المتحدة في تحقيق تسوية سياسية للأزمة الليبية، والأمل الوحيد في أن تخرج كل الميليشيات والكيانات السياسية من شرنقة المصلحة الضيقة وإعلاء مصالح الدولة، وإلا ستصبح ليبيا مجرد ذكرى تاريخية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام جولتنا في أبرز عناوين ومقالات الصحف المحلية والعربية الصادرة صباح اليوم. إلى اللقاء.